خرج ما مشيت حتى شي بلاصه. ها بقيت هنا طول مشات مال الطرب بقيت انا ناعس. بقيتي ناعس؟ اه. عطاك شي واحد شي 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 ورقه باش تخرج؟ ها عطوني لا ورق لا والو. وحنا جينا تنسولو تيقولوا لنا راه جيتي لعندهم جيتي لعندهم وسينيتي لهم في الورقه انت وخرجت. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله. انا الخال ديال المريض اللي اختفى الاختباء اللي ما عرفناش كي واش هو اختباء ام هو تقصير. هو تقصير حقيقه هو تقصير من الاطر ديال المستشفى، لانه باش ينوض واحد المريض يخرج من السرير ديالو بالليل ويخرج وما ينتبه ليه حتى حد، ما يشوفو حتى حد، ويمشي لجناح اخر وينعس فيه، وحتى الجناح الاخر انه حتى الناس اللي مقابلينه ما عارفينش تيشوفو مريض تزاد عندهم ما عندوش دوسي ديال داك الجناح. ما فهمناش انه خلينا الدري بالليل بمصلحة جراحة الدماغ الصباح ما تلقاوش. تيفاجئونا بالإدارة تيقول لك السيد راه غادر المستشفى، وراه عندنا الوثائق باش غادر، دايرين مجهول الاسم غادر، رغم أنه هو فاش جابتو الإسعافات راه كانت معاه البطاقة الوطنية والملف ديالو تيبي راه فيه الاسم ديالو والنسب ديالو. الاشكاليه اللي كاينه هو انه حنا كعائله تفاجئنا انه ما لقيناش الوالد، وخرجنا تنقلبوا بالازقه تاع المدينه مراكش والنواحي والطرقان وفي الخلا وسمين، في الاخر تكتشفوا ان الولد كاين هي في السبيطار. ومادام هو كاين هي في السبيطار ما فهمناش ما وعمرتو ودرتو بانه خريج وهادي. مشيتو عند الاداره اللي مكلف ب إدارة باش مشينا عندهم لقينا جاوبونا قالنا غنجي قالنا لانفيرمي دكارد اللي لقينا عنده قالنا غادي نعيط لكم من البوليس، رغم انه حنا اتصلنا بولاية الامان وقالوا لنا 24 ساعة وهذا القانون. هاد الناس هادو اللي داخل المستشفى حنا بينا نعرفوا هاد المسألة، سيدنا الله ينصرو راه الخطابات ديالو جميع تيهضر على حقوقنا حنا كمواطنين، بالاحرى حقوق واحد اللي هو مريض خاصه واحد الرعايه، خاص الانسان ينتاب وكذا. اما ما فهمناش باش ينوض مريض ويغادر واحد البلاصه ويمشي لبلاصه اخرى وما كاينش وشي ما تيقول شي ما خبرش الناس تزاد عندهم. وراكم شي محضر قلتي لي ديال خروج ديال المريض، رغم انه ما خرج ومازال في هو داخل المستشفى وما كاين، هو كاين المحضر بانه راه السيد غادر المستشفى تحت اسم مجهول، لانه ما عارفينش هما شكون هو بعدا الجناح ديال جراحه الدماغ، ما عارفينش واش خصهم ولا ما خصهم في الوقيته.